نشرة إخبارية جديدة من قناة الغد المشرق، أهلا بكم. خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة في مدينة تعز تطالب مجلس القيادة الرئاسي بقيادة معركة التحرر من ميليشيات الحوثي والبدء بكسر الحصار المفروض على مدينة تعز عسكريا. بالتزامن مع القصف الذي شنته ميليشيات الحوثي على حي الروضة السكني وما خلفته من ضحايا وسط أطفال الحي، خرج المئات من أبناء مدينة تعز بتظاهرة جماهيرية حاشدة تطالب بعدم تمديد الهدنة، لا سيما في ظل استمرار الميليشيات بالخروقات للهدنة ورفضها فتح الطرق الرئيسية ورفع الحصار عن مدينة تعز. خرجت تعز اليوم عن بكرة أبيها رافعة شعار مطالبة المجلس الرئاسي باستكمال التحرير فورا، وايضا بمطالبة المجتمع الدولي بإدانة الميليشيات الحوثية لتكرار الخروقات المتكررة للهدنة. تعز اليوم تقصف من قبل هذه الميليشيات الغاشمة، تعز تحاصر لمدة 3 سنوات، فتح المنافذ الرئيسية ايضا مطلب من مطالبة من اتفاقات الهدنة، لماذا لم يحقق الى حد هذه اللحظة؟ المحتجون طالبوا بكسر الحصار عن مدينة تعز عسكريا وفتح الطرق الرئيسية، داعين المجلس الرئاسي باستئناف العمليات العسكرية لاستكمال عمليات التحرير للمحافظة من الميليشيات الحوثية الإنقلابية. خروجنا اليوم هو أيضا تنديد بهذا المبعوث الأممي الذي يتواطأ مع هذه الجماعة الإرهابية، ورغم أن الهدنة قائمة إلا أنهم مستمرون في الحصار وفي القتل وفي التشريد، وهذا أكبر دليل الصور التي نشرت اليوم على وجه اللائحات التي خرجنا للتنديد بالدماء التي سفكت في مدينة تعز الحبيبة، هذه المدينة الصامدة الصابرة. كما دعا المحتجون المبعوث الأممي إلى إدانة جرائم ميليشيا الحوثي المرتكبة ضد الإنسانية في ظل الهدنة الهشة، منددين بالتماهي الأممي مع ميليشيات الحوثي الذي شجعها على استغلال الهدنة من وجهة نظرهم بارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين العزل بتعز. رمز مختار لقناة الغد المشرق، تعز. توفي سائق شاحنة نقل مواد غذائية جراء انقلاب الشاحنة المحملة بكميات من السكر في طريق الأقروض الوعر شرق مدينة تعز، ويشهد طريق الأقروض وبشكل يومي حوادث سير بسبب وعورة الطريق في ظل استمرار حصار ميليشيات الحوثي ورفضها فتح الطرق الرئيسة إلى مدينة تعز. وتسبب حصار الميليشيات الحوثية لمدينة تعز بصعوبة التنقل إلى خارج المدينة. أكدت بريطانيا تجديدها الدعم القوي للجهود الأممية وأهمية الهدنة في اليمن، وكررت السفارة البريطانية في اليمن عبر حسابها في تويتر دعمها لجهود الأمم المتحدة وأهمية الهدنة التي حققت بالفعل راحة ملموسة للشعب اليمني على حد تعبيرها، كما دعت الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة لإحلال السلام في اليمن من أجل الشعب اليمني. أعلنت القوات الحكومية إسقاط طائرة مسيرة مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي في مديرية باقم بمحافظة صعدة، ويأتي إسقاط المسيرة المفخخة ضمن سلسلة خروقات لميليشيات الحوثي للهدنة الأممية التي تنتهي مرحلتها الثانية في 2 أغسطس القادم. هذه البطاريات. شهدت محافظة شبوة ترحيبا شعبيا واسعا بحملة منع السلاح، ذلك الترحيب جاء متزامنا مع تأييد أبناء شبوة لما جاء في كلمة محافظ المحافظة في اجتماع المكتب التنفيذي بشأن الحالة الأمنية بالمحافظة. حملة أمنية لمنع حمل السلاح في عاصمة المحافظة وسط ترحيب شعبي واسع نظرا لما جنته شبوة من هذه الظاهرة من مئات الضحايا جراء الحروب والصراعات القبلية، فيما حاولت قوى محسوبة على الأمن عرقلت هذه الحملة التي كان لقوات دفاع شبوة شرف القيام بها. طبعا ظاهرة سيئة جدا لا تخدم المحافظة ولا يكون تعاون يعني مع محافظ المحافظة، إذا كانت التشكيلات الأمنية كل ما تساعده طبعا يد واحدة ما تصفق، وإنما بالنسبة لشبوة تضررت كثير جدا جدا بحمل السلاح.
نوجه كلمة خاصة للسلطات الأمنية وقيادة المحافظة بشبوة أن يشدوا على مسألة حمل السلاح في هذه المحافظة، فإن حمل السلاح هو من يسبب هذه الأحداث التي دائما تتصادم فيها الآراء والتوجهات. صراحة ما يقوم به اليوم دفاع شبوة من حملة منع السلاح داخل المحافظة ظاهرة إيجابية، ولقيت ارتياح كبير لدى المواطنين، وذلك امتثالا لتوجيهات محافظ المحافظة الشيخ عوض محمد بن الوزير الذي يحرص كل الحرص على أن تكون العاصمة عتق وما وكذلك باقي المحافظة أن تكون في أمان. بالتزامن مع هذا التأييد الشعبي للحملة، زادت الشارع الشبواني حالة ارتياح من الكلمة التوجيهية لمحافظ شبوة في اجتماع المكتب التنفيذي، والتي وقع فيها بعدد من الإجراءات الأمنية التي نجمت إثر تداعيات حملة منع السلاح. نشيد بكلمة الأخ المحافظ عوض محمد بن الوزير الذي ألقاها يوم أمس أمام المكتب التنفيذي، ونؤكد على وقوفنا إلى جانب قوة دفاع شبوة لحفظ الأمن واستمرار الحملة الأمنية التي أطلقت بتوجيهات من الأخ المحافظ رئيس اللجنة الأمنية. نشكر محافظ نائب الوزير على الكلمة ألقاها أمس في المكتب التنفيذي، ونشكره على حمل السلاح ممنوع، ونشكره على شبوة أنها تكون شبوة يعني منظر حلو ما يكونش منظر سيء. حمل السلاح يعني ظاهرة سيئة وعانت منها شبوة كثير مرة بسبب الثارات وبسبب المشاكل يعني الأسرية، حتى سبب مشاكل أسرية هذا حمل السلاح، والمحافظة إن شاء الله أنها بستقر. حالة تناغم بين قيادة السلطة المحلية وأبناء المحافظة على الضرب بيد من حديد لتعزيز الحالة الأمنية ومحاربة انتشار السلاح في عاصمة المحافظة أولا ومن ثم بقية المديريات. أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في كلمته الافتتاحية للورشة الخاصة بتطوير وتحديث هياكل المجلس الانتقالي أن إعادة الهيكل تهدف إلى تحسين أداء ونشاط هيئات المجلس وتفعيل دورها لمواكبة تطورات المرحلة والاستعداد للاستحقاقات القادمة التي تنتظر الجنوب وشعبه. إعادة هيكلة المجلس الانتقالي الجنوبي هو يعني الهدف منها تحسين أداء ونشاط هيئات المجلس الانتقالي الجنوبي، اعتبارا من القسم من الفرع من الإدارة العامة من الدائرة من المؤسسة نفسها، كان يعني أمانة عامة أو جمعية وطنية أو أي يعني هيئة مساندة للمجلس الانتقالي. التأسيس تم يعني بشكل يعني الحمد لله تعالى، كان يعني جهد المجلس الانتقالي الجنوبي، هو جهود مثمرة يعني وتراكمات لقوى الحراك بشكل عام والمقاومة الجنوبية على مستوى الجنوب. يتطلب المرحلة القادمة أن احنا في بعض مهام مزدوجة أو في بعض مهام تؤدى بدائرة يعني دائرة الشؤون الاجتماعية دائرة الشؤون الجماهيرية مش عارف إيش، في ازدواج بالمهام. هذه المهام احنا نحاول نضغطها تكون كل الموجودين كل القيادات بهذه الدائرتين يشتغلوا في نظام واحد أو في دائرة واحدة. برعاية الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، انعقدت الورشة الخاصة بتطوير وتحديث هياكل المجلس الانتقالي الجنوبي بمرحلتها الأولى. ورشة اليوم هي تتعلق بإعادة هيكلة المجلس الانتقالي، يعني ذلك أننا سنحسن من الأداء ونطور من الهياكل اللي سابق تأسست قبل 5 سنوات، واليوم نريد أن ندخل إلى مرحلة جديدة، وهذا المرحلة يعني تطلب إلى هيكل جديد وإلى قيادات يعني جديدة وشابة صعب، يعني بحيث أن هذا الهيكل الصعب الكل. الورشة تهدف إلى الخروج بآلية يتم من خلالها تطوير وتحسين أداء هيئات المجلس الانتقالي الجنوبي من خلال الهيكلة بعد مرور 5 سنوات من التأسيس. الورشة التي تهدف إلى مجموعة من النقاشات من قبل المشاركين من مختلف الهيئات من الجمعية الوطنية والأمانة العامة ومختلف مؤسسات المجلس وهيئات الرئاسة، والخروج بمخرجات حول ما هي التوصيات التي ستساعد على هيكلة المجلس ومؤسسته، والهدف من هذه الهيكلة هي تطوير
البناء المجلس الانتقالي الجنوبي. خلال 5 سنوات مر علينا كانت هناك نتائج إيجابية جدا حققها المجلس الانتقالي الجنوبي في بناء مؤسساته، ولكن نحن دائما نتطلع إلى الأفضل والأحسن. فنحن هنا بإذن الله نناقش الهيكل التنظيمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي نسعى إلى تحديثه وتطويره بما يلبي تطلعات أبناء الشعب الجنوبي. الهيكلة ستعمل على تطوير أداء المجلس الانتقالي الجنوبي ومحاولة تجاوز العشوائية، وتأتي من خلال المناقشة بمشاركة مختلف الهيئات والخروج بتوصيات تعزز بناء المجلس الانتقالي وفاعلية العمل في المرحلة القادمة. صالح حنش، الغد المشرق، عدن. أفادت مصادر يمنية مطلعة بأن ميليشيات الحوثي شددت من القيود المفروضة على المسافرين إلى معقلها في محافظة صعدة، وذلك من خلال إقامة المئات من الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش، مع بقاء شرط وجود معرف أو ضامن للشخص المسافر. الطريق إلى صعدة، مئات من الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش وضعت أمام المسافرين والزوار كعوائق تهدف إلى منع اليمنيين من حرية التنقل والوصول إلى المدينة. الحواجز الأمنية الأخيرة، وبحسب مصادر مطلعة، ابتكرتها ميليشيات الحوثي الإجرامية لابتزاز المواطنين، وركزت فيها على الطرقات الرابطة بين صنعاء ومحافظة صعدة من جهة، وبين مركز المدينة و15 مديرية تابعة لها من جهة أخرى. وذكرت المصادر لصحيفة الشرق الأوسط أن القيود المفروضة بحق الراغبين في السفر إلى صعدة تشترط عليهم الحصول على معرف وكفيل من سكان صعدة المحليين. وشكى مسافرون إلى محافظة صعدة من استمرار فرض الميليشيات شروطا وقواعد ضدهم وصفوها بالانفصالية، إذ تشكل عائقا كبيرا أمامهم وتحد من سفرهم ووصولهم من خلال سلسلة من المضايقات والابتزازات والمنع من دخول مركز المدينة. المسافرون لفتوا كذلك إلى عدم مقدورهم وغيرهم من المواطنين اليمنيين الدخول في الوقت الحالي إلى مدينة صعدة أو إلى أي من مديرياتها إلا بعد الالتزام بتطبيق ما ورد من شروط الميليشيات، ومنهم من أجبر على العودة إلى صنعاء. وكشف مصدر محلي في صعدة عن وضع الميليشيات شرطا تعسفيا يجبر المعرف على الذهاب إلى أقرب مركز أمني يتبع الميليشيات لتقديم طلب الإذن المسبق للسماح بدخول قريبه، كما تلزم المعرف بتسديد مبلغ 5000 ريال رسوم استمارة تعريفية تذهب إلى جيوب الانقلاب، وتشمل الاستمارة جميع البيانات التفصيلية عن المواطن القادم إلى المحافظة ليتم إدراج اسمه ضمن كشوفاتها وإبلاغ نقاطها بالسماح له بالدخول. هذا ويؤكد شهود عيان أن الميليشيات تواصل منذ سنوات أعقبة انقلابها مطالبة المسافرين بإيجاد كفيل أو معرف في كل مرة من أجل الدخول إلى مدينة صعدة وفق شروط وضعتها الميليشيات لابتزاز المواطنين والحد من حرية تنقلهم. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل. المكلة تشهد افتتاح إصلاحية مستشفى معالجة الإدمان وإعادة تأهيل دار الأحداث. أهلا بكم من جديد. وافق البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي قدره 150 مليون دولار بشكل منح للمرحلة الثانية من المشروع الطارئ لرأس المال البشري في اليمن. وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي وعد باذيب أن المشروع سيدعم سبل الحصول على الخدمات الحيوية للرعاية الصحية والتغذية وإمدادات المياه والصرف الصحي للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. سير التحالف العربي رحلتين جويتين مجانيتين لأبناء محافظة سقطرى من مطار الغيض الدولي، وذلك للإسهام في التخفيف من معاناة سفر الكثير من أبناء سقطرى، خاصة المرضى وكبار السن والطلاب. وانطلقت الرحلة الأولى من مطار سقطرى إلى مطار الغيضة، لتعقبها الرحلة الثانية والتي انطلقت من مطار الغيضة إلى مطار سقطرى بإجمالي 220 راكبا. وثمن أبناء المحافظة جهود التحالف العربي في الإسهام بالتخفيف من معاناتهم. افتتح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري إصلاحية مستشفى معالجة الإدمان وإعادة تأهيل دار الأحداث بالمكلم. كما قام الزهوري بزيارات تفقدية لعدد من المرافق الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالمكلم.
في إطار زيارته لمحافظة حضرموت، افتتح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مستشفى معالجة الإدمان بالمكلا. المستشفى سيسهم في معالجة الأشخاص المدمنين على الآفات الخطيرة. كما افتتح أيضا ومعه الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت إعادة تأهيل دار التوجيه الاجتماعي للبنين دار الأحداث في المكلا. ضمن جدول الزيارات التي قمنا بها إلى محافظة حضرموت للنزول الميداني وتفقد الأنشطة التي يشرف عليها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، قمنا صباح اليوم بزيارة إلى مجمع الشؤون الاجتماعية وعملنا على افتتاح مركز الأحداث، ثم أيضا عرجنا على مبنى آخر بنفس المجمع. عملنا مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل على أن يحول إلى مستشفى لمعالجة الإدمان المخدرات. الوزير الزعوري قام بعدد من الزيارات التفقدية، حيث زار مقر صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بساحل حضرموت، اطلع على أوضاع الصندوق وتفقد أقسامه المختلفة. الزعوري اطلع أيضا على الخدمات التي تقدمها مؤسسة أمراض القلب الخيرية ومركز نبض الحياة ونشاطاتها المتنوعة في رعاية وعلاج مرضى القلب على مستوى البلاد. سعدنا كثيرا بهذه الزيارة إلى هذا المركز وتعرفنا على الدور الكبير الذي يقدمه بالنسبة للمرضى القلب، حيث هناك آلاف من العمليات الجراحية التي تقام يوميا، آلاف من المرضى يصلون ليتلقون العلاج، وهذه الخدمة نتمنى أن تعم في أكثر مكان في البلد. سعدنا اليوم بمرافقة معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد، وبتكريف من الأخ اللواء فريد سالمين البحسني نائب رئيس مجلس القيادة محافظة حضرموت قيادة المنطقة العسكرية الثانية. طبعا أنا أقول أن السلطة المحلية ممثلة بالأخ اللواء فريد سالمين البحسني لن تألو جهدا في عملية تدليل كافة الصعوبات من سابق والآن في قدر استطاع ما نستطيع أن تقوم بها السلطة المحلية. وفي ختام جولته التفقدية لليوم الثاني بالمكلا، زار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مؤسسة نهد التنموية وتعرف على المشاريع التي تنفذها المؤسسة في العديد من القطاعات المختلفة وإسهاماتها في التنمية المجتمعية والمستدامة. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا. نهاية النشرة، يمكنكم متابعة المزيد عبر حساباتنا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. الغدوائي، إلى اللقاء.